مش إعلامي عمرو أديب الذي لا يغير مبادئه ولو دفعت له مليون دولار، لأنه بألف ممكن تخلص الموضوع وتخليه يغير اسمه. هذا الشيء الذي لا تعرف وجهه من ظهره يجسد دور البطولة في مسرحية سمجة، ويستخدم فيها أبناء وطني عبد الرحمن رواجبة وثائر مطر، ويتهمهما بالتخريب وزعزعة أمن مصر. أنا عارض عليكم شخصيات باعترافات، وأنا عايز حضراتكم تفكروا دول في مصر بيعملوا إيه؟ يمكن جايين يتعلموا منك الثبات على المبدأ، أو كيف المذيع بصير قليل هيبة. أعطينا الشخصيات يا أبو العمامير، الله يخلي لك الماما. ماما حلوة. طبعاً حلوة اللي أتحفتنا فيك. هات الحالات يا عمورة، هات. انزل يا ابني بالرابع. ينزل فيه من وين؟ ليش أنت معلقهم؟ أنا اسمي ثائر حسام فهمي مطر، من دولة الأردن، وأنا من المعارضين لسياسة الحكومة الأردنية، وكنت عضو في الحزب الديمقراطي الشيوعي الأردني، ومهتم بالشأن المصري. تابعت ثورة 25 يناير 2011 وأيدت سقوط نظام الحكم لغاية ما حصلت ثورة 30 يونيو 2013، وشفت انها انقلاب عسكري على الحكومه الشرعيه بتاعت محمد مرسي. بعد كده تابعت الصفحات الاثاريه والمناهضه اللي نظام الحكم دلوقتي في مصر. ما شاء الله ما شاء الله، وازاي خليتوا ابننا يتكلم 13 وبعد كده ودلوقتي خلال يومين؟ شكلكم مزبطينه على الاخر. اعطينا ابننا الثاني يا عموره لنشوف بيقول ايه. انا اسمي عبد الرحمن علي محمد حسين الروانجو، انا عضو في حزب الشيوعي الاردني ومعارض نظام الحكم هناك. كنت أشارك في وقفات ومسيرات احتجاجية ضد نظام الحكم في الأردن. أنا كنت معارض لثورة 30 يونيو وبعتبرها انقلاب على نظام الحكم الشرعي. كنت بتابع الصفحات والمواقع اللي بتهاجم الثورة وبتهاجم مصر. نزلت على مصر بعد فيديوهات محمد علي والدعوات اللي كان يعملها للتظاهر في ميدان التحرير. نزلت أنا وصاحبي ثائر حسام فهمي إلى ميدان التحرير وتظاهرنا مع الناس. كنت أصور فيديوهات وصور وأنزلها على الفيسبوك. لأول مرة في التاريخ عضو في الحزب الشيوعي بيسافر من بلد لبلد حتى يدافع عن شرعية رئيس من الإخوان المسلمين. هذا لا يحدث إلا في إعلام الزيطة والزنبليطة الذي يترأسه عمرو أديب. عزيزي عمرو أديب، هل تعلم أن سلطات بلادك أفرجت عن الشابين الأردنيين اللي أنت شوهت صورتهم واستخدمتهم ليشاركوك مسرحيتك التافهة بعد ما تعرضوا لضغوط نفسية كبيرة؟ تتخيل مغترب راح على بلد حتى يزعزع أمنها بيمسكوه وبعدين بيروحوه بسهولة؟ يا رجل ده أنت مسخرة والنبي.